السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. وفي هذه الحلقة المتميزة كنتمنى من كل واحد كيشوفنا حاليا ما يبخلش علينا بالضغط على زر الإعجاب، لأن ما تخسر والو إذا ضغطت على زر الإعجاب، وكذلك تخلي واحد التعليق تحت الوصف. كنتمنى هذه الحلقة تعجبكم، ودائما الجديد في هذه القناة. وكما العادة كنبدأ الحلقة ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر يخلق الجدل بفيديو وهو يتشاجر مع شبان داخل المول بسبب زوجته الحامل، حيث انتشر هذا الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. العديد من الرواد رجحوا أن تصرفه هذا جاء بسبب خوفه على الجنين الذي هو في بطن زوجته. وللمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو. جاستن بيبر يتشاجر مع شبان قلقا على حمل زوجته هايلي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد المغني الكندي جاستن بيبر خلال مشاهدات كلامية مع مجموعة من المراهقين خوفا على حمل زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر. وظهر بيبر البالغ من العمر 30 عاما في بهو احد الفنادق المترفة في هوليوود، محاطا بالمراهقين الثمانية الذين كانوا يصورونه جميعا، متوجها لهم بقوله: هل هذا مضحك يا رفاق؟ هل هذا مضحك بالنسبة لكم يا رفاق؟ ثم طلب منهم الذهاب بعيدا بغضب، بينما اعادهم موظفو الفندق الى حفلتهم. وقال شاهد عيان لموقع TMZ إن بيبر طلب من المراهقين المتطفلين المغادرة بهدوء في البداية قبل أن يتحول إلى الغضب بعد استمرارهم بتصويره والإحاطة به، مع انتظاره قدوم زوجته الحامل بطفلها الأول لتناول طعام الغداء معا. يذكر أن هايلي بيبر البالغ من العمر 27 عاما أعلنت حملة في شهر مايو الماضي، وقالت في تصريحات إعلامية أخيرة: لم يكن عندي بطن حتى أصبحت في الشهر السادس، وهو الوقت الذي أعلنت فيه الحملة. المشاكل لا تنتهي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي عانت كثيرا مع الحب المدمر الذي كسر مسارها الفني والمهني. نعم، المشاكل الزوجية من أكثر الكوارث التي يواجهها الإنسان، حيث يتغير المسار والحياة بشكل سلبي. لكن هذا ليس موضوعنا لهذا اليوم، لأن شيرين في حرب أخرى فنية، وهذه المرة مع شركة روسانا التي وصلت قضيتهما إلى المحاكم بعد تأكيدها فسخ العقد معها. كما أن شيرين قررت الاستعانة بشركات أمريكية من أجل الاهتمام بصفحاتها الإلكترونية. وهذه كل التفاصيل في هذا الفيديو. شيرين عبد الوهاب تستعين بشركة أمريكية. أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها من جديد للتفاعل مع جمهورها عبر حسابها الموثق الجديد على الإكس توكيل شركة أمريكية لإدارة أعمالها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتخطيط للعودة للجمهور بشكل جديد يليق بفنانة كبيرة. وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية إن شركة وارنر الأمريكية ستتولى إدارة أعمالها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته في أمريكا خلال الفترة الأخيرة. وكانت شيرين عبد الوهاب قد مرت خلال الفترة الأخيرة بأزمة كبيرة مع شركة روسانا للصوتيات، حيث أشارت المطربة إلى أن الشركة تتعمد تدميرها وتعطيل مشوارها، كما أكدت أن عقدها مع شركة تم فسخه مؤخرا مقابل دفعها 8 ملايين جنيه مصري كشرط جزائي. وتحدثت عن تفاصيل الأزمة قائلة: روسانا تتعمد تعطيل مسيرتي الفنية وتحاربني أنا شخصيا ولا تحارب شخصا آخر. أنا مضيت مع شركة جديدة والمفروض الأغاني لازم تنزل عما قريب. وأضافت شيرين عبد الوهاب: شركة روتان تتكلم مع الشركات وتقول لهم أنني ما زلت معها ولا يجب على أحد أن يعمل معي، وتقول أن عندها مشكلة معايا رغم أنني دفعت 8 ملايين جنيه وأنا التي رفعت عليهم قضية وروتان تحاول تدميري، وأنا لا أعرف لماذا يفعلون معي هذا، وأريد من الناس أن يفهموا الحقيقة.
النجم الأولمبي الذي رفع رأس المغاربة عاليا. وطبعا جاء ذلك بالمجهودات والتضحيات الجبارة لهذا الأسد المغربي، لكن المثير في الفيديو الذي سأقدمه لكم هو هرولة رئيس جامعة ألعاب القوى أحيزون إلى الرباط من أجل أخذ الصورة مع البطل الأولمبي تاركا باريس من أجل الظهور بوجه البطل والمسؤول الناجح. أحيزون يعود مهرولا إلى الرباط لالتقاط الصور مع البقالي بدل البقاء في باريس لتشجيع أدائي الماراثون. هرول رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عبد السلام أحيزون إلى الرباط لاستقبال البطل الأولمبي سفيان البقالي الذي نال الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بالألعاب الأولمبية باريس 2024. وظهر أحيزون برفقة البقالي في مطار الرباط سال مساء يوم السبت إثر عودة البطل الأولمبي قادما من باريس. وعوض أن يبقى أحيزون في باريس لتشجيع العدائين المغاربة المشاركين في الماراثون رجالا وإناثا، عاد سريعا إلى الرباط للظهور أمام الكاميرات مع سفيان البقالي. ويوم الأحد أجري سباق الماراثون إناث حيث حلت فاطمة الزراء كردادي في المركز 11، بينما احتلت كوثر فروكسي المركز 39، فيما لم تتمكن رحمة الطاهري من إكمال السباق. وبالنسبة لماراثون الرجال دخل عثمان الكمري في المركز 18 محققا توقيت 2:06:06، فيما دخل زهيرة طالبي في المركز 35 بتوقيت 2:11:51. فيديو أثار الكثير من الجدل للزلزولي وهو يضحك خلال توزيع الجوائز في أولمبياد باريس، لكن ما هو السبب؟ التفاصيل خلال هذا الفيديو. فيديو أثار الكثير من الجدل، الزلزولي يضحك خلال توزيع الجوائز في الأولمبياد، فما هو السبب؟ انتشر مؤخرا فيديو خلال توزيع الميدالية البرونزية للمنتخب المغربي الأولمبي بدورة باريس 2024، ظهر اللاعب الدولي عبد الصمد الزلزولي ورفيقه في المنتخب وهما يضحكان خلال تسليمهما الجائزة، الأمر الذي خلق الكثير من الجدل والتساؤلات عبر السوشيال ميديا. لكن ومن خلال التعليقات تبين أن العديد من المتوجين في الأولمبياد كانوا يسخرون من تلك القطعة التي يتم تسليمها لهم، وهذه أبرز التعليقات التي جاءت كالتالي. لنهاية هذا الموجز، كنتمنى يكون عجبكم، وكنتمنى من كل واحد اللي شاف هذا الفيديو ما يبخلش لينا بالضغط على زر الاعجاب، وايضا تخلي التعليقات تحت الوصف، واللي شافنا اول مره فما تبخلش لينا وتنضم الى عائله كوكب الفن وتضغط على ديك الزر الاحمر اللي تحت الفيديو باش ترجع من عائله كوكب الفن. الى اللقاء.